مساء الخير. اللي بيحصل في العالمين هو حدث ثقافي بالدرجة الأولى. يعني إيه حدث ثقافي؟ يعني هو أكبر من أنه فكرة عمل سياحي، وأكبر من فكرة أنه حالة، عمل حالة في مصر، وأنه مدينة عظيمة وكبيرة وضخمة بنيت في غضون سنوات قليلة. لأن العالمين مش مجرد مدينة عادية. بالمناسبة العالمين دلوقتي واخد اسم دولي وكبير حقيقي، لأن المدينة كمان هي بتقع على البحر المتوسط، وليها بالمناسبة ليها تاريخ، وهي جنوب أوروبا. يعني أوروبا كلها لو شفتوا حجم السياحة الأوروبية، مش هكلمك عن حجم السياحة العربية، حجم السياحة الأوروبية للعالمين ضخم كبير جدا، لأنه السياحة في العالمين الأوروبيين بينهم وبين العالمين يعني مثلا تقدر تقول بالطيارة ساعة من العالمين، من برج العرب لليونان ساعة، لإيطاليا ساعة لقبرص، وهكذا. انت بتتكلم على علاقة العالمين بأوروبا اللي هي أغنى وأهم قارة في العالم دلوقتي، علاقة زمنية قليلة جدا. فانت عندك سياحة عالمية، لا سيما ان المدينة كمان بنيت وبتبنى، ليست مش هتكون مجرد مدينة سياحية عادية، ده بالعكس هتكون مدينة مركز اعمال ولوجيستس كبير جدا على البحر المتوسط. الاجواء البهجه والمفرحه اللي بيعيشوها المصريين في كسياحه داخليه، مش بس المصريين، ده كمان الوطن العربي كله، كمان السياحه العربيه ضخمه وكبيره. انا هنا معني بين العالمين الان هي مدينه ثقافيه فنيه بنكهه عالميه. انا معايا في الاستوديو صديقي وحبيبي الفنان القدير شريف حلمي. شريف حلمي مش مجرد ممثل او فنان عادي، هو ممثل وفنان مثقف. يعني ما يزعلوش مني اصدقائنا الفنانين، مش كل فنان مثقف ومش كل مثقف فنان، لكن شريف بيجمع ده. يمكن انا بقول ده عشان انا بحبه وعشان هو صديقي، جايز، لكن هو لانه هو قام بادوار كلها فيها فكر وعمل. يعني يكفي ان هو مثل في احد ادواره الاستاذ محمد حسنين هيكل، عميد الصحفيين العرب في مصر والعالم العربي كله، وقام بهذا الدور. هو عشان يقوم بهذا الدور لازم يكون عنده حصيلة ثقافية لغوية ومعلوماتية غير عادية، فضلا عن التمكن كممثل. استاذ شريف شرفتنا. يا اهلا بك يا استاذ احمد، انا اللي اتشرفت بيكو. قلت لي ان عندك كلام عن العالمين وعن اللي بيحصل في العالمين. العالمين دي اصلها ليها ذكريات معايا قديمه، قبل ما تبقى العالمين اللي احنا شايفينها. المدينه العالميه دلوقتي. انا كنت بصور 2007 2008 فيلم هناك اسمه عجميستا. ده فيلم مشهور طبعا. ايوه الفيلم ده كان انتاج محمد حسن رمزي الله يرحمه. قعدت شهر بصور، بنعمل اكشن ومطاردات في المنطقه اللي هي بعد مارينا لغايه بعد العالمين كده. والمنطقة دي تحديدا اللي فيها هذه المباني العظيمة الشاهقة وفي هذه الفعاليات اللي ده العادية. تتكلم دلوقتي 2007 2008 2007 2008 كانت مدينة ألغام. ما كانش، هقول لك على حاجة، كانت أولا صحراء، صحراء وجرداء، وكانت الناحية الثانية في الكنيسة بس. الكنيسة الأوروبية مش كده؟ وكان والمقابر لا، المنطقة بقى اللي فيها دلوقتي الشيء العظيم ده اللي بنفخر بيه كلنا كمصريين. كنا مثلا نحب مثلا عندنا بريك من الاكشن اللي بنعمله من شويه المطاردات، كنا كتير شهر 30 يوم كاملين بنصور في هذا المكان على الطريق رايح جاي، مشاهد اكشن. يعني يمكن الفيلم ده كان فيلم اكشن معظمه يعني. فكنت مثلا تحب تخش شويه كده، عايز تتمشى مره، انا جيت ادخل رجلي وصلت لغايه يعني كان في روبه كده، عارف انت الروبه دي متحركه اللي هي الميه قاسنا كده يعني وصلت مثلا لغايه يعني فوق الركبه مثلا بحوالي 20 سم. تخيل تخيل هذا المكان اللي كنا بنشوفه كده. انا لما رحت السنه دي او السنه اللي فاتت بشوف بقول سبحان الله، يعني ما اجمل العمار، ما اجمل البناء، ما اجمل التعمير، شيء عظيم. فليا اساسا علاقه بيها، علاقه يعني بالمكان ما قبل وما بعد. انك رحت وشفته ازاي كان قاحل جدا، ازاي كان صحراء، ازاي تحول الى هذا الحياه. مش متخيل هذه الحياه. انا الحقيقه مش متخيل هذه العظمه. تحيه لكل مهندس، تحيه لكل قائد، تحيه لكل من حط ايده وشاور على هذا المكان اللي عمري اصلا يعني عمرنا ما كنا نتخيل، ولا انا ولا شريف رمزي ولا كل الفنانين اللي كانوا شغالين معنا في الفيلم، عمرنا ما كنا نتخيل ان بعد سنوات قليله يبقى تحول هذه المدينه بهذا الشكل. ده كلام حقيقي. انت في تقديرك شريف، انت كفنان مثقف،
انت شايف الحركه الثقافيه، انا 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 معني بالحركه الثقافيه طبعا يعني. انا كمان انا كمان رئيس قطاع الثقافه في المملكه المتحده، الكلام مظبوط، فانا معني بالحركه الثقافيه وواخد بالي منها. اللي انت شايف بعيد عن السياحه الشاطئيه والسياحه الفنيه، الحركه الثقافيه شايفها ازاي في مدينه العالمين؟ بص، الحركة الثقافية والفنية أنا عايز أربطهم ببعض في العالمين. الفن ثقافة. مظبوط مظبوط. يعني أنت شايف يعني إحنا السنة اللي فاتت عملنا هناك مهرجان الدراما المصرية. المهرجان لما اتعمل هناك كل الفنانين المصريين وكل الفنانين العرب لما جم كان في حالة انبهار بالمكان وبالفعاليات اللي حصلت. ناهيك بقى عن ما حدث بعد كده بقى من مهرجانات فنية، مسرحيات بتتعرض. احنا هناك دلوقتي عندنا كم مسرحيات غير طبيعي بيتعرض هناك. المسرح ده يعني كان شيء جاي. في مسرحية كبيرة، في مسرحيات على طول الاسبوع اللي جاي، في مسرحية كبيرة بتاعت خالد جلال. بالظبط، يعني دي مسرحية بشباب جدد. بالظبط كده. بس قد ايه هي مسرحية هتجذب الجمهور ليها، لانها مليئه بطاقات شابه. انت كمان عامل تنويعه في العمل الثقافي. مظبوط، صح كده؟ مظبوط. العمل الثقافي والعمل الفني. صحيح. يعني حفله يعني شوف حفله منير مثلا السنه. ما هذه العظمه؟ ما هذا النجاح الغير طبيعي؟ منير كان امبارح، كان في تامر حسني طبعا وماجد الرومي. ماجد الرومي وقاسم الساهر. يعني عايز اقول لك انه منير يعني صديق، يعني صديق شخصي لينا يعني وكده، وكان عنده حد من زميلاتنا يعني وبيزوروه قريب، قال لهم انا حسيت ان انا رجعت 30 سنه في هذه الحفله، في حفله مهرجان العالمي، لانه كان نجاح ساحق. كان في شيء خرافي. هو انت هتكلمنا هو انبهر بهذا، اتكلمنا عن هذا الانبهار للفنان القدير الكينج محمد منير بعد الفاصل. معايا هو ضيفنا في الاستوديو الفنان والممثل القدير شريف حلمي، بنتكلم عن الحالة الثقافية لمهرجان العالمين الدولي بعد الفاصل. مساء الخير مرة تانية. حديثنا النهاردة في الحلقة عن الحالة الثقافية اللي عاملها مهرجان العالمين الدولي. المهرجان العالمين الدولي مش مجرد مهرجان عادي ولا مجرد احتفالات عادية، لأنه بيبني حالة ثقافية هي مصر مشهورة ومعروفة عنها. لو تفتكروا زمان كان في ليلة تلفزيون، فاكر يا شريف؟ طبعا. كان في ليلة تلفزيون. ليلة تلفزيون دي كانت حدث ثقافي وفني ضخم جدا. صحيح. وخرجت منه أجيال وشكل الوجدان الفني للمصريين. مظبوط. أنا أتصور في تقديري إن اللي بيعمله مهرجان العالمين دلوقتي واللي بيحصل في العالمين هو إعادة إحياء الحالة الثقافية والفنية الضخمة والرائدة لمصر بالمناسبة. مزبوط. اللي كانت في السابق. احنا طبعا للأسف بفعل السياسة والاضطرابات السياسية والمشاكل والأزمات آخر 20 سنة يمكن احنا تراجعنا شوية في مسألة الاهتمام بالفنون والثقافة والأدب. صحيح. والحالة الجمالية اللي بتشكل الوجدان المصري. انا بشوف انه اللي بيعملوا مهرجان العالمين دلوقتي ده مهرجان 50 يوم، احتفال 50 يوم طبعا برعاية الشركة المتحدة من الالف الى الياء، لان الشركة المتحدة هي معنية برفع الوعي. صحيح. بإعادة الوعي طبعا. معنية بان هي يعني يكون عندها احداث ثقافية وفنية ضخمة جدا تسعد الناس وتشكل الوجدان زي ما كان. معايا في الاستوديو صديقي الممثل القدير شريف حلمي، وهو انا زي ما قلت لحضرتك قبل الفاصل شريف مش مجرد ممثل عادي، ممثل مثقف. كنت بتقول لي ان صديقك منير قال كلام مهم جدا عن اول الحفله الاولى لمحمد منير في الافتتاح المهرجان السنه دي. هو كان مبسوط، هو بعض الزملاء يعني الاصدقاء المشتركين زاروه في الفترة الأخيرة دي في الأيام اللي فاتت دي، كان سعيد جدا جدا. أنت ما شفتوش فترة مؤخرا؟ لا أنا ما شفتوش مؤخرا، بس هو مش كده؟ يعني منير ده من صديق كل الفنان. منير بيته مفتوح للجميع من زمان. منير كان يعني بيته قبل ما ينقل بقى في الشيخ زايد لما كان في المهندسين كان بيته مفتوح، وممكن تروح تلاقي ناس تقول مين دول هو ما يعرفهمش. يقول لك دول ناس جايين من الصعيد باتوا مشيوا ما اعرفش يعني. منير من هذه النوعيه من الفنانين. محافظ على السمه الجنوبيه هو جدا جدا الكرمون. جدا وبيته مفتوح. يبقى برضه الفنان الاسطوره عادل امام كده نفس الحكايه برضه؟ يعني مختلفين شويه. بمعنى يعني منير في استقبال الفنانين يعني عادل امام عنده صالون خاص بيه، عنده قعدته اللي بيدعوا فيها انماط مختلفه من
من المجتمع، ممكن تلاقي فنانين، ممكن تلاقي سباك، ممكن تلاقي كهربائي، المجتمع كله، المجتمع كله يعني. وبيصاحب ناس عجيبه الاستاذ عادل، لانه هو كفنان عنده بيحب يعني يعرف كل انماط المجتمع وكده. لكن منير، منير عارف جنوبي يعني، بيته مفتوح لكل قرايبه، قرايب قرايبه، اصحاب قرايبه، بقول لك في ناس ما يعرفهمش. ففي ناس اصدقائنا زاروه مؤخرا، كان سعيدا يعني، قالوا عنه انه كان سعيد سعاده بالحفله اللي حصلت في مهرجان العالمين. هذا النجاح الساحق، لانه نجاح كبير يعني. منير يعني في المرحله دي يعني هو كان فرحان بال فرحان طبعا. انت عارف فرحه منير بتفكرني بمين؟ اه بكريستيانو، لما ضيع بيلين، ولما المنتخب بتاعه كسب وراح جاب بيلين فاعتذر يعني هذا العملاق طبعا فرحان، ما زال بيفرح بجون بيجيبه طبعا. كذلك منير هذا العملاق ما زال بيفرح بحفله بيعملها. يا استاذ احمد، منير او غير منير او عادل امام او اي نجم من النجوم الكبار اللي بتشوفهم الكبار دول، يعني لما بيجي يبدا يعني، منير قبل ما يطلع حفله بيبقى بيترعش. يا عادل امام لحد دلوقتي؟ اه طبعا لحد دلوقتي طبعا. هو ده الفنان الحقيقي، ما هو الفنان اللي يثق، هو بيحترم فنه بالظبط كده. الفنان اللي بيثق في ذاته، اللي بيثق في اللي عنده موهبه وبيحب الجمهور وعارف يعني ايه نجوميه وعارف يعني ايه انه على القمه، بيقلق وبيخاف كل لحد اللحظه. اه طبعا ده حقيقي. فهو منير الحفله الاخيره دي يعني بعيدا، هو مبسوط، لكن انا بقول لك بقى بشهاده كل من شاهد الحفله وكل من حضر الحفله، كان في اشاده بالغه بحفله هذا الكينج الفظيع العظيم اللي بيشرف مصر. وده برضو بياخدنا استاذ احمد لفكره انه المتحده، انت كلمت عن المتحده، الشغل اللي بتعمله يعني المتحده ليها باع دلوقتي كبير في الدراما التلفزيونيه صحيح، وفي السينما صحيح، يعني خدت صحيح الجزء ده على 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 عاتقها. وبقالنا خمس ست سنين بنشوف اعمال متنوعه على شاشه التلفزيون وعلى شاشه السينما، واعمال كلها ذات قيمه، كلها بتحقق كل الاذواق. آه آه. بتناقش بتناقش مشاكل الشباب، الاطفال الصغيرين، الكبار في السن، المتزايد، السياسيه، الاقتصاديه، كله مفتوح. بس بالقيمه، بس بتضيف قيمه. ما هو ده هو ده، وبتصرف يعني لا تبخل على عمل فني مهما كان الامكانيات اللي هي وظيفتها اللي هي رفع الوعي. ده كلام مصر. والفن احد اهم الاسباب مظبوط لرفع الوعي. فده بالنسبه يعني المتحده في الدراما كده. طيب المتحده بقى في العالمين يعني تفوقت على نفسها. انا لا اجامل ولا يعني ما اقصدش، مش بجامل الشركه المتحده يعني خالص، انا بقول رايي بما يرضي الله. لا مهرجان العالمين ده هذا النجاح اللي متحقق السنة اللي فاتت والسنة دي صحيح، والفعاليات اللي حصلة سواء ثقافية سواء فنية سواء رياضية. هقول لك على حاجة كمان مهمة جدا حصلة، عاملة يعني عاملة تفاعل بين الناس العادية جدا. الشاطئ اللي هو الشاطئ المجاني ده، المجاني اللي بالظبط صحيح. تخيل تخيل ده على السوشيال ميديا عمل فرحة للناس العادية. انا لما رحت هناك لقيت كل أنماط وكل فئات المجتمع موجودة. الغني جدا موجود، والمتوسط موجود، والفقير موجود. صحيح. ليه مكان يعني. العالمين ده مش معمول لفئة محددة. لا ده معمول لكل أنماط وكل فئات الشعب المصري. ناهيك عن ان لا تعالى شوف بقى العرب، كل الدول العربية ما شاء الله. العربية علي أوسع. انا واحد صديقي جاي وجايب أسرته كاملة، بيقول لي 20 سنة بسافر يا اما فرنسا يا اما المانيا يا اما هولندا. قال لي احنا من السنه اللي فاتت خلاص قررنا صفنا كله في العالمين وفي مصر. يعني الجمله دي تفرحك قد ايه؟ قلت له ليه؟ قال لي لان في تنوع وفي ناس مننا وفي كل الاجواء، وبتفرج على حفلات وبشوف حفلات وبتفرج على ماتشات وبشوف نجوم الكوره ونجوم السينما ونجوم الطرب وبحضر ندوات يعني حاله حاله حالة لا يعني ما نقدرش نعمل حاجة غير ان احنا نرفع القبعة ونطالب يعني ان كل الناس تدعم هذه التجربة والسنين اللي جاية. في حاجة في الشتاء يعني زي ما بنعمل حالة صيفية
كبيره، يبقى في مدينه عندنا شتويه برضو تقام فيها نفس هذه الحاله. انا اعتقد ان العالمين خلاص، العالمين في اي خلاص العالمين السنتين ثلاثه الاربعه اللي جايين دول هتلاقي كل السنه خلاص. مش مدينه سياحيه، هي دي الخطه اللي لا مش مدينه سياحيه، هيبقى في جامعات، هيبقى في ناس بتشتغل هناك. وبعدين ما تنساش حاجه مهمه جدا يا استاذ احمد، القطر السريع ده طبعا ده لما يشتغل بالظبط ده موضوع تاني خالص. حضرتك انا بسال واحد صديقنا يعني عنده شغل هناك، بقول بيشتري شقه في طريق الفيوم في اللي هو اكتوبر الجديده. بقول له انت بتشتري ليه وانت شغلك في هناك؟ قال لي يا بيه، قال لي يا بيه انا بعد سنه ولا سنتين هبقى اركب القطر من هنا هروح شغلي قبل ما اروح وسط البلد. شوف الفكره، شوف الشعب عنده وعي لايه. قال لي انا هركب من هنا هوصل العالمين، وهوصل هناك في المكان اللي انا بشتغل فيه ايا كان، في المكان في الساحل الشمالي او ناحيه حتى ان شاء الله مرسى مطروح. قال لي يعني هوصل قبل ما اوصل وسط البلد. طب هو ده مش حاجه عظيمه يعني كل فانا بقول لك في خلال اربع خمس سنين اعتقد ان العالمين هتبقى شغاله طول السنه، مفيش بقى لا صيف ولا شتاء. لانه شتاء ايه ده، انت دلوقتي في اوروبا واحنا في بطوله في كاس الامم الاوروبيه الاخيره دي كان في تلج نازل على اللعيبه، واحنا هنا قاعدين لدرجه الحراره مش كده؟ بالظبط مش كده ولا بالزبط. ايه؟ يعني هل احنا في الشتاء بينزل الثلوج اللي بتنزل دي في اوروبا؟ لا بالعكس، ده الصيف، ده الشتاء اللي عندنا هناك في الساحل الشمالي ارقى واحلى. انت عندك جو مناخي اعظم بكتير، اعظم بكتير. وبعدين البحر بيعمل دفى، والحاجات الفعاليات اللي هم عاملينها والجامعات اللي هتتعمل كل ده هيخلي هذا المكان الشريط ده مشروع قومي ضخم قوي، تنمو ضخم قوي. يعني هو هنا احنا بنرمز للعالمين على اعتبار انه باكوره هذا المشروع القومي الضخم. هو ده صح كده؟ هو ده، هو ده. وسياده الريس لما اتكلم عن الفكره دي من زمان كان فعلا ازاي احنا كنا سايبين هذا الكنز؟ صحيح، ازاي كنا سايبينه السنين دي كلها؟ صحيح، يعني ازاي احنا ما فكرناش في مصر بلد بكره حتى الان؟ يعني الله محتاج الى ان هي محتاجه ان يعاد اكتشافها. طبعا ده بيحصل، ده بيحصل دلوقتي بالظبط. اللي بيحصل دلوقتي انه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عهده بيعيد احياء البنيه التحتيه للدوله المصريه. ده كلام مظبوط. انت حجم البنيه التحتيه اللي اتعملت في العشر سنين اللي فاتوا دول بيساوي 30% من اللي اتعمل في مصر على مدار تاريخها، على مدار تاريخها كله بلا شك، على مدار تاريخها. فانت بتتكلم وده شرف، فلوس كتير جدا جدا جدا. انا لما بمشي يا استاذ احمد، لما بركب عربيتي او بمشي عندي مشوار، يعني انا جاي هنا من، انا ساكن في الشيخ زايد، لما اجي مصر الجديده هنا ولاقيني ماشي من طرق غير فاضيين دي 40 دقيقه، اقسم بالله ما وقفت في اشاره، ما فيش اشاره قابلتني، ما فيش اشاره قابلتني. يعني انا جاي من طرق لقيت ما فيش اشاره وقفت فيها. هل كان يعني انت ده قبل 10 سنين ما كانش موجود على فكره، مش كده؟ قبل 10 سنين ما كانش موجود. تصدق ده؟ كان الخبراء بيقولوا ان مصر القاهره دي هتبقى جراج كبير. لا جراج بالظبط، هتبقى جراج كبير بالظبط، حركه المرور هتتعطل فيه بالكامل بالظبط، لان التكدس وضيق الطرق وزياده كثافه السيارات مظبوط، واخد بالك ده بيعطل المساحه الزمنيه للحركه مظبوط داخل القاهره، فضلا عن توسيع الشرايين. كل ده ما حصلش، لكن ده حصل في العشر سنين يعني انا اسف بقى هنخرج عن العالمين لحظه صغيره بس ان برضو الاصدقاء اللي جايين من سلطنه عمان دول رحنا نزور الممشى بتاع اللي هو معمول ده اللي في الكورنيش ده. ايه العظمه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لا مصر في تقدم، وان شاء الله السنين اللي جايه هتبقى تقدم احسن واحسن، وهتبقى حاجه عظيمه. بس لابد ان الناس يبقى في وعي عند عندنا احنا كمواطنين، لازم يبقى عندنا وعي وعندنا ادراك للي بيحصل. يعني لما انا اشوف شبكة الطرق والحاجات اللي اتعملت وربطت الجمهورية كلها وتخليني اتحرك واقدر استثمر في اي حتة، صحيح ده ما يخلينيش اصبر على اصبر شوية اصبر شوية. يعني بجد بجد فكرة الوعي، الوعي يعني ان الشعب العادي اللي بقى لازم يفهم او لازم يستوعب الناس توصله. انت لما انا لما بقعد مع ناس عاديين صحابي على القهوة، لا بيفهموا، لا بيعرفوا، لا بنتناقش بيدركوا. فحجم التطور اللي في مصر يعني الحقيقه شيء ربنا. طب انا عايز اسالك سؤال يا شريف بعد اذنك، انت كفنان وممثل قدير يعني، وقمت بالعديد من الادوار المهمه في التاريخ الفني الفتره الاخيره دي، يعني انا طبعا اعمالك اللي جاي ده هنتكلم عليها، بس انا عايز اسالك
العشر سنين اللي فاتوا دول تأثيرهم على قوة مصر الناعمة، أنت مش شايف إن في إعادة إحياء قوة مصر الناعمة؟ يعني أنا عايز أقول إيه؟ إنه مصر نتيجة الاضطرابات السياسية والنفق السياسي اللي دخلنا فيه في ال 15 سنة، أكلمك أنا كراجل سياسي. طبعًا. في ال 15 سنة اللي فاتوا دول مصر يعني أهملت قوتها الناعمة. صحيح. أنت عندك قوة تأثير ضخمة على المنطقة. طبعًا. أنت متفردة. طبعًا. مفيش حد زيك. طبعًا. صح كده؟ طبعًا. ابتدت في الآخر سنتين يتم الاهتمام بهذه القوة، وإنه التأثير المعنوي لفنانين مصر ومثقفينهم وكل فن من الفنون اللي مصر فيه متفردة فيه بيتم الاهتمام به. أنت بتشوف إن العالمين بتمثل الجبل الجليد اللي هو في هذه المسألة؟ العالمين لما نلاقي كل يوم مهرجان، كل يوم مسرحية. بص، العالمين دي، العالمين دي أنا آسف، مش الفنانين بس ولا المثقفين بس، انا رايي، انا اسف يعني ده رايي الشخصي، دي وسام على صدر كل مصري بجد. بجد. ليه بقى؟ لانها مش الفنانين المصريين بس ولا القوى الناعمه المصريه بس، لا ده احنا بنجذب من الدول الاخرى العربيه والاوروبيه والامريكيه والاسيويه، بنجذب كل القمم وكل الطاقات الثقافيه، بنجيبهم عندنا، عندنا ندوات مهمة جدا، عندنا فعاليات مهمة جدا، عندنا حفلات لناس محترمة جدا، عندنا مسرح بيتقدم متنوع، عندنا من أكبر نجم مسرح بيتقدم بكبار النجوم، ومسرح بيتقدم بشباب جداد. المسرحية اللي هتتعرض واحد واثنين وثلاثة اللي هي إخراج وتأليف وإخراج خالد جلال، أنا آسف دي بطولة شباب. إزاي وصل إن الحجز وصل كده؟ إن حجز التذاكر وصل كده. النهارده في ناس أصدقاء طلبوا مني تذاكر لحفلة المسرحية خالد جلال الأسبوع اللي جاي. اتفضل. الثقة دي جاية منين؟ هل جاية من الشباب اللي ما يعرفوهمش؟ ولا جاية من، ولا الثقة دي جاية من من العالمين؟ مشروع العالمين، مهرجان العالمين اللي عمل أنا آسف يعني عايز أقول يعني إيه؟ عمل ضجة في العالم كله. إحنا عندنا في السعودية في فعاليات بتحصل، في الرياض وفي الكويت وفي دول كتير، وفلوس ضخمة بتتصرف جدا، ونجوم مصر صحيح حقيقة برضو هم اللي مشرفين صحيح هذه صحيح هم سفراء طبعا سفراء مصر يعني نجوم الكبار هم اللي موجودين كلهم صحيح. هناك انا اسف كل دول بيجوا هنا كل دول فخورين بالعالمين، لان العالمين ده مشروع مستقبلي وهيستمر. وانا زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل او من شويه، انه المشروع العالم يعني المنطقه دي كلها هتبقى طول السنه يا استاذ احمد، احنا هنبقى في الشتاء لا مش 50 يوم بس زي ما كان الساحل قبل كل كده، كل سنه طول السنه، طول السنه. انا اسف السنه، انا السنه اللي فاتت في الشتاء انا شفت ناس هناك كتير جدا في الشتاء، وما اعظم الاجواء هناك في الشتاء. عايز اقول لك ان انا مش قادر اقول لك البحر عامل دفا افضل والمطر نازله، لا ده جو ساحر، وهتلاقي ليه مريدين، وهتلاقي اجانب جايين، في اجانب كتير دلوقتي في العالمين بيجوا، في ناس بتحجز للشتاء اصلا، في ثقافه، في سياحه في العالمين من قبل حتى وتبقى على العالمين مدينه عالميه، اللي هم ضحايا الحرب العالميه الثانيه، اللي هم المقابر كومنولس اللي موجودين طبعًا. بتيجي سياحه اوروبيه كل سنه طبعًا. بيحتفوا بيتذكرون في مزبوط. موعد موتهم مظبوط، وقبور بيزوروا قبورهم لانه في مقابر كبيره جدا جدا جدا. فانت ازاي استخدمت هذه المدينه الرمزيه العالميه الكبيره، ازاي انت قدرت تعمل منها هذه المعجزه؟ جدا. انا بشوف ان دي معجزه انك تحول مدينه صحراء، يعني قبل انت بتقول لي كام سنه شفتها كانت ولا حاجه، مش قادر اقول لك، انا عندي صور، انا قعدت اتفرج على الصور وقبل ما اجي لك هنا مش مصدق، مش مصدق ان المكان ده اللي انا كنت ببص ده وعايز نمشي كده نروح نشوف الميه فرجلنا غرست في البتاع، بقى هذا المكان العظيم، هذه المباني العظيمه، هذه الشواطئ الرائعه، هذه الملاعب، هذه القاعات، يعني كل هذه يعني اماكن الحفلات. انت حفله تامر امبارح كانت اعداد مهوله. صحيح. يعني عندنا اماكن ده بعيد عن كمان الحضور، حجم التاثير طبعا، التاثير ضخم طبعًا. وكان قبلها مجد الرومي طبعا الساهر، او مجد الرومي، يعني مجد الرومي انا اسف يعني دي من المطربات من القامات الكبيره صحيح. كبيره
صحيح. انها تجدو بهذا يعني تحس كده، كنت بتفرج عليها حس انها عندها مزاج عالي قوي وهي بتغني كانها يعني بتغني في اجمل مكان. طيب الوعي الفني اللي بيعمله اللي بيعمله مهرجان العالمين ده تاثيره ايه على الحاله الفنيه في مصر؟ بص يعني الحاله الفنيه عشان برضو نكون امناء برضو، انا دايما اقول الكلام ده نتيجه برضو الاحداث السياسيه اللي مصر شافتها السنين اللي فاتت دول، القوى الفنيه يعني ما كانش في حد مهتم بيها. الان بيتم اعاده احياء القوى الفنيه بكل مستوياتها. انت شايف الفن المصري الفتره الجايه دي في حاله انتعاش، في حالة اهتمام به، صحيح، اهتمام كبير من الدولة من الشركة المتحدة على صحيح. من شركة عملاقة، صحيح، يعني أكبر شركة لخدمات إعلامية في الشرق الأوسط، حقيقي، مركزة جدا على قوة مصر الناعمة، بتكبرها تنميها، بتنمي الصناعة، تكبر هذه الصناعة الضخمة دي، صناعة ثقيلة على فكرة، طبعا زي صناعة السلاح، طبعا يعني طبعا صناعة الوعي، قوة الناعمة دي شيء اللي هو هذا الحجم والتأثير. مظبوط. انت شايف ده تأثيره ازاي على الفن المصري في الفترة المقبلة؟ بص انت كفنان يعني، بص انا اعتقد ان السنوات اللي جاية العالمين، مهرجان العالمين ده او الخمسين يوم دول هيبقوا قدهم 50 و50 كمان. عارف ليه؟ لانه في ناس بدات تفكر دلوقتي هتعمل اعمال مسرحيه وتعرضها في مواسم اخرى، يعني غير ال 50 يوم دول، في ناس بتفكر هتعمل عروض مسرحيه وتعرضها هناك في اوقات تانية، صيف وشتاء، وفي افلام هتتصور هناك في العالمين طبعا، وفي ندوات مهمه جدا هتتعمل هناك. كل الفنانين، خلي بالك، الفنان هو فعلا سفير لبلده، صحيح، والفن طبعا، صحيح. فهو علشان كل ما يلاقي اجواء كويسه وكل ما يلاقي هذا يعني هذه الرعايه لم كل ما يلاقي الرعايه هيدي اكتر واكتر. واحنا عندنا قامات فنيه يا استاذ احمد يعني لا غبار عليها، ما تقدرش تقف قدامها. عندنا قامات فنيه كبيره في المسرح وفي السينما وفي التلفزيون وفي الصحافه وفي كل حاجه، فالقامات دي هتشتغل. وانا اعتقد ان الدوله فاتحه لهم دلوقتي دراعاتها، الشركة المتحدة بتسير بخطى ثابتة سواء في الدراما او في السينما او في المسرح او في الغنى. فاعتقد ان الفترة اللي جاية تبقى فترة افضل بكتير جدا وهتدعم. اعمالك الفترة الجاية ايه بقى شريف؟ والله يعني احنا اهو على باب الله. انا شريف كان طالع من وعكة صحية شوية، عقدته الفترة اللي فاتت دي شوية، كان في مرحلة نقاهة. انت خلاص الحمد لله، انت الحمد سعيد لله. يعني الحمد لله. انت ايه اللي جاي في حياتك؟ والله انا انت عارف ان انا غير التمثيل انا يعني من اللغويين كتابة. انت مثقف. انا كتبت الاخوة اعداء عن الاخوة كرامازوف بتاع ديستوفيسكي. ده مسلسلي طبعا. اللي هو كان بطولة صلاح السعداني وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب واحمد رزق ولقاء الخميسي ودينا فؤاد وانا وعملت احنا الطلبه اللي طلعت فيه محمد رمضان واحمد فلوكس ونجاتي ومجموعه كبيره من الابطال. فانا عندي مسلسل بكتبه دلوقتي، مسلسل انا مهتم بيه جدا جدا جدا. مسلسل بتكلم، والحقيقه لقيت يعني ناس برضو من الدوله مهتمين جدا بهذا الموضوع وده عجبني جدا. بتكلم عن ست دخلت السجن ومعها طفل صغير وطلع خدوه منها بعد ما كمل سنتين حسب القانون اللائحه الداخليه قانون السجون. مظبوط. فاحنا بنناقش القضيه دي يعني، وتشوفوا كل شهر ساعه زمن. فالست دي حصل بينها وبين ابنها كده بعد، فهي فضلت تقاوم ودرست يعني، ظل عندها الامل وهي في السجن، وهي متهمه في قضيه ظلم. هي شريفه وتم اتهامها في قضيه ظلم دي حسب الروايه، حسب الروايه طبعا. ظلمت يعني، ظلمت يعني فلوس مضت عليها لجوزها اللي سابها وكده فاتسجنت. فهي فضلت درست الحقوق. دي غريبه بقى يا شريف، دي حاجه يعني مش عايز اقول مضت عليها يعني غريبه. عايز اقول لك درست الحقوق كده، فضلت تناضل من جوه بسجل. وبدأت تكلم مذيع كده زي حضرتك في برنامج وحاجة محترمة كده، لغاية ما فضلت تناضل لغاية ما طلعت بعد نص المدة وبدأت تكلم مع الدولة عن ذنبه ايه الطفل ده، ان يغيب عني الفترة دي كلها.
ما ذنب الطفل ان انا حتى لو انا اتسجن؟ انت بتناقش قضيه صح؟ انا ايش قضيه مهمه؟ بتناقش قضيه صح جدا جدا. انت عارف بتعمل ايه؟ انت بتعمل زي جعلوني مجرما. انت عارف عامل ايه جعلوني مجرما؟ مظبوط. خلى اداره السجون غير قانون. مظبوط. غير قانون انه السبقه الاولى في اي متهم تسقط. مظبوط. صح كده؟ وعايز اقول لك عايز تعمل كده. وعايز اقول لك بقى ان يعني قيادات مهمه جدا جدا عندنا في يعني في الدوله في الداخليه معجبين جدا بهذه الفكره وقالوا انها فعلا يجب ان تناقش. يعني ينظر لامر هذا الطفل لامه الحبيسه. بالظبط. حرم من امه. بالظبط. طب هو في المقابل يعيش مع امه في السجن؟ ما هو القانون بعد سنتين لازم يخرج يا اما يعيش في بالظبط. طب ما الحل هي خرجته اديته لاختها واختها اديته لاخوها واخوها يعني البهدل والولد يا عيني فما ذنبه؟ خلاص ما ذنبه. ما ذنبه هو كان بيسمع صوت امه وهي بتغني له وبتاع ومش عارف ايه. فده موضوع انا مهتم بيه جدا يا استاذ احمد. فكره حلوه قوي 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 وجديده بالمناسبه ومركز عليها وجديده فكره جديده قوي وفيها كلها مشاعر. والاول مره هنبقى بنعمل مسلسل بيناقش قضايا خاصه بالطفل. يعني انا الام مش الموضوع بالنسبه لي على قد ما الطفل. فكرتني بحاجه. انا كنت متهم في احد قضايا النشر الشهيره. كنت في محكمه النقض وكان القضيه اللي قبلنا على طول وانا كنت متكلبش قاعد في البتاع. القضيه اللي قبلي على طول قضيه نشر. كانت ام ومعاها طفل. معاها طفله. وليت القاضي حكم بسجنها فكنا متصورين انه هو عشان طفله قد اديها براءه. لا فخدوا منها الطفل. فانا رحت ايه قلبي وقع في ايدي. قلت بس الراجل ده ايه طالما عدى السنتين طالما الراجل حابس الست ومعاها طفل هيعمل فيها ايه؟ بس الحمد لله خدت براءه يعني. ربنا يكرمك. لا فكره حلوه. فهو موضوع انساني خالص وخاص بال يعني بتكلم عايزين نتكلم عن الطفوله عن الاطفال شويه لان الطفل ده مهم جدا جدا جدا. وانا اعتقد ان الدوله مهتميه جدا جدا بالاطفال ومهتميه جدا بمناقشه قضاياهم لان الطفل ده هو شاب المستقبل هو رجل المستقبل. عايز تقول كلمه سريعه كده للشركه المتحده اللي هي بترعى مهرجان والله انا اقول للشركه المتحده شكرا على كل اللي انتم بتعملوه سواء في الدراما او في التلفزيون. شكرا على مهرجان العالمين والمجهود الواضح لكل الناس. شكرا لان كل فئات المجتمع وكل طبقات الشعب موجودة في العالمين مش مقصورة على طبقة صحيح. معينة. شكرا على كل اللي بتعملوه ونتمنى المزيد في الأعوام القادمة. شريف حلمي الفنان والممثل المثقف القدير وصديقي أنا بشكرك أنك كنت ضيف النهاردة في رسالة وطن عن الحالة الثقافية لمهرجان العالمين الدولي. بشكركم إن شاء الله أشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة تانية. أنا كنت معكم أحمد الخطيب في رسالة وطن على الراديو 90 90.